صعوبة في التسجيل الثاني لنادي سموحة، علشان كده لابد من الاعتناء بالباصة، ما يبقاش في ميس باص كتير، يبقى عنده مشاكل، ميس باص ده بيعمل مشاكل كتير قد تصل إلى الأهداف في مرمى. أدي محاولة من جديد لفريق نادي سموحة، إنما برافو يا شكري. كنا هنقول إيه يا جماعة؟ كنا هنقول خالص الكلام لو نجح أحمد حسن مكي في استخلاصها وتسجيلها في هدف ثالث لنادي سموحة، كنا قلنا خالص الكلام في هذا اللقاء. 70 دقيقة من وقت كل المواجهة، وهذه المقابلة اليوم المقامة هنا في استاد الجيش المصري برج العرب الإسكندرية، والتقدم لسموحة على نادي الشرقية بهدفين نظيفين لأحمد رؤوف واللاعب إسلام محارب، والهدفين في الشوط الثاني من هذا اللقاء. الدقيقة 2 والدقيقة 66 من وقت كل المواجهة، وما زالت توجيهات من الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني لنادي سموحة بصوت عالي اللاعبي. الراجل عايز يبذل اقصى الجهد لنادي سموحه، وعايز يعمل نتائج قويه مع نادي سموحه، وبالفعل تتوافر له كل الامكانيات من اداره نادي سموحه برئاسه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه، اللي هم طبعا بيوفروا هو واعضاء مجلس اداره نادي سموحه كل الامكانيات لهذا الفريق. فيش كلام، في بحر خمس سنوات سموحه يعني بيصل الى شامبيونز الافريقي ويصل الى بطوله الكونفدراليه الافريقيه، هيلعب في مارس القادم ويحل وصيفا منذ موسمين، ويحل ثالثا الموسم الماضي، وكان في نهائي كاس مصر منذ موسمين، وكان قريبا لحظ اللقبين منذ موسمين، انجازات كبيره لنادي سموحه، وكان وصل الموسم الماضي الى ربع نهائي شامبيونز الافريقي، وكان قريبا من الانجاز الكبير. ودي هجمه من جديد لفريق نادي سموحه، قطعها بها عاليا، قطعها بها عاليا هذا اللاعب اسلام محارب، علشان يهدر فرصه ثالثه وهدف ثالث لنادي سموحه للتقدم. والله محمود سيد بان معانا، محمود سيد اهدر فرصه جات له بالراس من احمد حسن مكي علشان يضيع فرصه محققه لفريق نادي سموحه لاضافه ثالث لهم في هذا اللقاء. هيخرج رامبو، يدخل رقم 8 شيكا، يخرج محمود رامبو، يدخل شيكا في نادي الشرقية، شيكا رقم 8 في نادي الشرقية. محاولة من جديد لفريق نادي سموحة، محاولة لنادي سموحة وتوزيع جهة اليسار. محمود سيد يمرر على يمينه من خلال كروس عرضي ولكن بتتقطع. حسام حسن، معتصم سالم، هجمة من ناحية شمال لنادي الشرقية، ومحاولة من شايب، ادي التمريرة الطولية ولكن تتقطع، وادي الهجمة المرتدة لفريق نادي سموحة اللي امتلك الزمام. سموحة بيمتلك زمام امور هذا اللقاء. تمريرة في اتجاه احمد رؤوف قادم من نادي المصري، نعم البدايه في نادي انبي، لعب للمنتخب المصري في عهد المعلم الكابتن حسن شحاته. هذا اللاعب احمد رؤوف، توزيع لاسلام محارب، تعود للخلف ومحاوله لفريق نادي سموحه. اسلام سري، حلو الباصه، ريحه اليمين الى رجب بكار فارس الجبهه اليمنى لفريق نادي سموحه، لكن في تاكلنج هنا معاه، وهنشوف عطي، هل عطي فاول؟ هل هاتي عطي تماس؟ هنشوف. انما 93 دقيقة من وقت كل المواجهة، والتقدم لصالح سموحة على الشرقية بهدفين نظيفين، ويسعى سموحة إلى إضافة الثالث لهم في هذا اللقاء. رمي التماس لنادي سموحة على التنفيذ رجب بكار بيستنى كتير جدا، في الآخر بيلعب إلى أحمد حسن مكي، مكي للخلف، ياسر إبراهيم على شماله إلى أيمن أشرف، أمامية من أيمن تتقطع من فاروكا كابوري، سمير فوزي، أدي الأمامية وأدي الهجمة المرتدة لنادي الشرقية، إنما تداخل من ياسر إبراهيم، تخرج تماس لصالح نادي الشرقية ناحية اليمين في منتصف ملعب نادي الشرقية، وعلى تنفيذ أحمد عادل كنس إلى أحمد عادل للخلف، المعتصم سالم على شماله، انما تتقرى وتتقطع، وادي الهجمه المرتده لفريق
نادي سموحة ناحية اليمين، حلوة الباصة إلى إسلام محارب صاحب الثاني في هذا اللقاء، والهدف الثاني توصل إلى حمص اللي بيسدد إنما بعيد. هي فكرة إنما ينقصها الدقة وتخرج لخارج الملعب، يبدو أن لمس أحد الأرجل تحولت تقنية لصالح نادي سموحة. لمست أحد الأرجل تحولت تقنية لنادي سموحة على تنفيذ إسلام محارب. ضربة ركنية لسموحة. سموحة يسعى للثالث لهم في هذا اللقاء، تتلعب على طول، تعود مرة تاني، وهذه المحاولة لفريق نادي سموحة من خلال إسلام محارب، إنما تتقطع من اللاعب شيكا قادم من نادي الاتحاد السكندري شيكا. وهذه هجمة من جديد، وهذه الهجمة المرتدة لفريق نادي الشرقية، يقطع رجب بكار القادم بالداخلية لنادي سموحة، وهذه هجمة من جديد لفريق نادي سموحة. وهذه العرضية قطع من فاروكا كابوري، وتبقى المحاولة قائمة. هنا بقى التفاهم الرائع بين رؤوف وبين أحمد حسن مكي، وتبقى المحاولة مستمرة وقائمة لنادي سموحة. وهذه اللاعب بيستلم على يمين، يمرر محمود سيد إلى إسلام محارب، إسلام يمررها ببرج ليه تعمل السكرو كده في اتجاه اللاعب أيمن أشرف، إنما تتقطع من حسام حسن. رمي التماس لنادي الشرقية ناحية اليمين، وعلى التنفيذ أحمد عادل فاروكا كابوري، حسام حسن بيلعب كرة طولية ولكن تتقطع، وتبقى المحاولة قائمة لفريق نادي الشرقية في منتصف ملعب سموحة من أجل بلوغ هجمة خطيرة لهم في هذا اللقاء. يبقى فيها رائحة الشراسة الهجومية الحقيقية على مرمى نادي سموحة السكندري. سمير فوزي على يمينه حسام حسن، حسام على شماله لسمير فوزي، نقلت بين أرجل لاعبي نادي الشرقية، على شماله لأحمد شوايب، على يمينه إلى سمير فوزي. أدي الكرة مسقطة، يقطع بالرأس على طول مدافع نادي سموحة أحمد دويدار، والهجمة من جديد قائمة لفريق نادي الشرقية، لم تكتمل بشيء من الإيجابية. توصل مرة تانية لأحمد حمص آل كابيتانو لنادي سموحة، بيلعب كرة طولية، يقطع المعتصم سالم، يمرر على شماله لسمير فوزي. وادي كرة طولية، وادي الهجمة المرتدة، تحضير بالصدر حلوة حلوة حلوة، وادي محاولة قائمة لفريق نادي الشرقية، وادي كرة عرضية وهجمة بها رائحة الخطورة على مرمى نادي سموحة من خلال فادي فريد، ولكن في الأخير تخرج ركنية من ياسر إبراهيم لصالح نادي الشرقية الذي يطمح ويطمع في إحراز هدف أول لهم في هذا اللقاء. رقم 18 في سموحة هيدخل حسام حسن، عبد البديع جنبه كابتن عبد الباري المليجي مدير إداري سموحة، كان حارس مرمى أولمبي على فكرة في الدوري العام في فترة السبعينيات مع الكابتن علي النجار والكابتن حليمه. هذا الكابتن عبد الباري المليجي مدير إداري لنادي سموحة. لكم سريعا جهاز الفن لسموحة، كابتن عاطف حنفي مدير كرة، كابتن مؤمن سليمان مدير فني، كابتن عمرو فتحي مدرب عام، كابتن إيليا دياكوف مدرب أحمال، كابتن محمد سلام مدرب حراس مرمى، كابتن عبد الباري المليجي مدير إداري، كابتن عمرو إسماعيل مدير اللاعبين، كابتن عادل محجوب إداري، دكتور محمد محجوب طبيب، دكتور مفيد خليل أخصائي تأهيل، دكتور محمد الشافعي أخصائي تأهيل، سعيد حمدان أحمد مدرب تأهيل، أحمد النوام وحسن عبد السلام وظيف، وسامي صلاح جهاز معاون في الجهاز الفني لنادي سموحة. اتلعبت على طول العرضية، إنما كرة طلعها الحارس المتألق في هذه اللعبة المهدي سليمان، ركنية النادي الشرقية. جهاز الفني النادي الشرقية، كابتن أشرف شاهين مشرف عام، اللواء عبد الجليل إمام مدير كورة، كابتن يوسري سلام متحدث فريق، كابتن عماد نحاس مدير فني، الكابتن مصطفى زيكا مدرب عام. هنشوف اللعبة دي وبعد كده نتابع أسماء نادي الشرقية. جهاز الفني، وهذه العرضية اتلعبت على طول تتقطع، ولكن في فاول بالفعل على فاروكا كابوري داخل منطقة جزاء مع دفاعات نادي سموحة. ضربة حرة مباشرة لنادي سموحة. نصل معا إلى 78 دقيقة من وقت كل المواجهة هنا في استاد الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، ولا يزال التقدم لسموحة على نادي الشرقية بهدفين نظيفين لأحمد رؤوف وإسلام محارب. تتلعب على طول من المهدي سليمان، إنما تتقطع، وادي محاولة لفريق نادي سموحة، وفاول من سمير فوزي مع إسلام محارب، والفاول واضح تماما من سمير فوزي مع إسلام محارب اللي هو على الأرض. تلعبت على طول، ادي كرة طولية تتقطع من فاروكا كابوري،
ومحاولة لفريق نادي الشرقية، تمريرة طولية وهجمة من جديد لفريق نادي الشرقية اللي عنده دلوقتي هجمات بأريحات الخطورة على مرمى نادي سموحة دون هز الشباك، ويبقى التقدم لسموحة على الشرقية بهدفين نظيفين. وبقية أسماء طبعا الجهاز الفني كابتن محمد فتحي مدرب حراس مرمى، وكابتن علاء مختار مدير إداري، وكابتن وائل الديب شؤون اللاعبين، والكابتن مصطفى عبده اخصائي علاج طبيعي، والكابتن فاضل فايق علاج طبيعي ايضا، والكابتن محمد عبده علاج طبيعي، والكابتن عبد المنعم البحيري علاج طبيعي. ان شاء الله عندهم كذا حد للعلاج الطبيعي في جهاز الفني النادي الشرقيه، ويرأس نادي الشرقيه طبعا الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقيه. وادي محاوله من جديد لفريق نادي سموحه، ومحاوله لنادي سموحه تعود للخلف لاحمد دويدار. احمد دويدار بيلعب كوره داخل منطقه الجزاء، انما يمسكها الحارس محمود شكري حارس مرمى نادي الشرقيه. 80 دقيقه من وقت كل المواجهه، وهذه المقابله اليوم هنا في استاد الجيش المصري ببرج العرب بالاسكندريه، ولا يزال التقدم لسموحه على الشرقيه بهدفين نظيفين لكل من احمد رؤوف واسلام محارب ونادي الشرقيه اللي بيمسك كوره دلوقتي، وتعود من احمد عادل الى محمود شكري على شماله الى احمد شايب. احمد شايب انما الباصه وحش اتقطع، وهذه الهجمه المرتده لفريق نادي سموحه. حسام حسن عبد البديع اللي عمل التبديل لفريق نادي سموحه، وادي حلوه التمريره، حلوه 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 هذه العرضيه. محمود سيد الراجل فوتاله ايه بمهاره، فوتاله بمهاره اسلام محارب، انما رفع مبدا انكار الذات اسلام محارب، فوتا لمحمود السيد اللي ما قدرش يتفاعل او يتعامل مع التمريره النموذجيه الحلوه اللي فاتت على طبعا من ده زي ما انت تقول قول لمحمود سيد. وادي هجمه من جديد لفريق نادي سموحه الى الخلف، ياسر ابراهيم، المهدي سليمان، أمامية أحمد دويدار، إسلام محارب، حسام حسن عبد البديع بيمرر لي رجب بكار اللي مجريش، فاروق كابوري، سمير فوزي فاروق كابوري على يمينه إلى المعتصم سالم، احمد عادل، المعتصم سالم الى حارس المرمى محمود شكري، طويله من محمود شكري تعدي خط المنتصف، ومحاوله لفريق نادي الشرقيه لم تكتمل بشيء من الايجابيه تعود لنادي سموحه. محمود سيد وتبقى بين حوزه ارجل لاعبي نادي سموحه، احمد دويدار، اسلام سري، رجب بكار، احمد دويدار الى الحارس المهدي سليمان، ياسر ابراهيم، محمود سيد، ايمن اشرف، محمود سيد بيلعب كره طوليه، وادي المحاوله النادي سموحه، ايمن اشرف بيمرر بينيه انما اوفسايد، هنا تمريره احمد رؤوف لايمن اشرف، ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل ايمن اشرف. حتى الكابتن مؤمن سليمان بيتكلم مع الجهاز الفني لنادي سموحه والكابتن عمرو فتحي المدرب العام، يعني بيقول ما تجيش كده خالص الباص، يعني هو شايفه ان في الاوفسايد المفروض ما يبازلوش، يعني يبقى عنده الاريحيه ان يغير وضع جسمه ويلعب العرضيه داخل منطقه جزاء نادي الشرقيه. وادي الكره طوليه من خلال احمد عادل، انما التغطيه معموله من احمد دويدار، محاوله قائمه لفريق نادي سموحه، محمود سيد الى الخلف الى ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم بيلعب كره طوليه، ومحاوله لفريق نادي سموحه انما فاول من فاروق كابوري مع حسام حسن عبد البديع، ضربه حره مباشره لصالح نادي سموحه في منتصف ملعب نادي الشرقيه. كل حاجه واضحه معانا في هذا اللقاء، والحكم قريبا وبيعطي كل ذي حق حقه، والتداخل بالفعل فاول لصالح نادي سموحه. تعبت كره طوليه ومحاوله قائمه لفريق نادي سموحه، تعود من جديد الى المهدي سليمان، المهدي سليمان الى ياسر ابراهيم، ايمن اشرف طوليه، حسام حسن عبد البديع،
ومحاولة قائمة لفريق نادي الشرقية. اتلعبت التماس على طول للشرقية ومحاولة من خلال رقم 34 فادي فريد، ولكن في فاول من فادي فريد كابتن أيمن دجيش الدولي عميد الحكام الأفارقة ومساعدين الأفارقة الكابتن أيمن دجيش. حقيقة محاولة من جديد لفريق نادي الشرقية، ولكن هنا في فاول لمصلحة نادي سموحة. فاول لنادي سموحة، تتلعب على طول حسام حسن عبد البديع. حسام ومحاولة قائمة لفريق نادي الشرقية، ولكن ترتد توصل لأيمن أشرف في لعب العرضية، وادي هجمة بها خطورة لنادي سموحة، ولكن هنا في فاول ضربة حرة مباشرة لنادي الشرقية. كابتن عاشور خليل مدير إداري قطاع البراعم لنادي سموحة قال لي ان هو في حالة عدم موجود صبية الملاعب اللي هم خلف المرميين دول بقى في غرامة 10,000 جنيه طبقا لائحة لجنة المسابقات. ده اللي أكده طبعا الكابتن عاشور خليل مدير إداري لقطاع البراعم بنادي سموحة السكندري اللي هو بيترأسه طبعا لواء محمود صبحي رئيس قطاع البراعم بنادي سموحة السكندري. ده اللي أكده طبعا الكابتن حمدي بينو الرياضي المعروف بنادي سموحة السكندري. محاولة من جديد لفريق نادي الشرقية الذي يسعى لترابط أكثر له في هذا اللقاء. المعتصم سالم بيتقدم مرة على يمينه إلى فاروكا كابوري، ونقلات سريعة لنادي الشرقية، ولكن في فاول معمول مع كنس، وما زال اعتراض يا رجل، والفاول واضح جدا من أحمد حمص. ضربة حرة مباشرة لنادي الشرقية اتلعبت سريعا. تعود من جديد في هجمة مضادة مرتدة لنادي الشرقية أحمد عادل، استلم من رامبو مرة على شماله لسمير فوزي إلى الخلف المعتصم سالم، وسبعة أو على مشارف 87 دقيقة من وقت كل المواجهة على ساعتي، ملاش أي قيمة بالنسبة لساعة الحكم طبعا، والتقدم لسموحة على نادي الشرقية هنا على هذا الاستاد المفخرة والرائع استاد الجيش المصري برج العرب بالإسكندرية في مرحلة واستكمال للمرحلة 18 لبطولة الدوري المصري، والتقدم لنادي سموحة الشرقية بهدفين نظيفين لأحمد رؤوف وإسلام محارب. استعدادات مكثفة هنا في استاد الجيش المصري برج العرب برئاسة اللواء صبر الزرقاء رئيس جهاز استاد برج العرب من أجل لعب كل المباريات، وفي حال أيضا هطول الأمطار بغزارة على الأرض وعلى الملعب تكون الأرض في استقبال رائع لكل المواجهات والمقابلات على العشب الأخضر لاستاد الجيش المصري برج العرب بالإسكندرية. محاولة من جديد لفريق نادي الشرقية إنما تقطع محمود رامبو هاندس. ضربة حرة مباشرة لنادي سموحة كما أشار كابتن أيمن دجيش، هنشوف ده أشار في فاول معمول مع محمود رامبو، ولكن الحكم كان أشار باتجاه دراعه يعني أو إيده في ناحية نادي فاول على نادي الشرقية، ولكن الكابتن أيمن دجيش كان مصر إن فاول على لاعب نادي سموحة اللاعب محمود سيد مع محمود رامبو. ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الشرقية على التنفيذ حسام حسن. ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الشرقية وعلى تنفيذ حسام حسن. حسام هينفذ الضربة الحرة المباشرة لنادي الشرقية على نادي سموحة الذي يقترب من اقتناص 3 نقاط غالية اليوم في هذا اللقاء في مواجهة نادي الشرقية في هذه المواجهة والمقابلة اليوم هنا في استاد الجيش المصري برج العرب بالإسكندرية. تتلعب على طول إنما تتقطع هنا بقى طبعا الهجمة المرتدة لفريق نادي سموحة. لو اتعملت بقى الهجمة المرتدة يا جماعة لنادي سموحة بسرعة هيبقى فيها خطورة على مرمى نادي الشرقية. رمي التماس لنادي الشرقية من ناحية الشمال، هل لمست أحد الأرجل في لاعبي الشرقية تبقى لنادي سموحة.
بالفعل تبقى التماس لصالح نادي سموحة ناحية اليمين. رجب بكار بيلعب بكار على طول لإسلام سري، تداخل من شعيب مع إسلام سري، تبقى تماس لمصلحة نادي سموحة ناحية اليمين في منتصف ملعب نادي الشرقية، تتلعب على طول. فادي فريد وهجمة مرتدة لنادي الشرقية، وبيعدي لعيب مهاري قوي بان عليه فادي فريد، عايز يعدي بالمهارة إنما تتقطع من فادي فريد. وادي الهجمة المرتدة لنادي سموحة، حسام حسن عبد البديع بيمرر البانية أمامية أرضية في محاولة لفريق نادي الشرقية، نادي سموحة عفوا على مرمى الشرقية، إنما هنا بقى قام بدوره كاليبرو متأخر الحارس للشرقية، برافو محمود شكري، والهجمة كانت لنادي سموحة على مرمى الشرقية، وكاد بالفعل لو لحق الكرة اللي فاتت دي هذا اللاعب إسلام محارب لكان خلص الكلام في هذا اللقاء. محاولة من جديد لفريق نادي سموحة وفاول لنادي سموحة على أحمد شعيب، 4 دقائق وقت محتسب بدل مضايعة في نهاية هذا اللقاء. هنعيش 4 دقائق كما أشار الحكم الرابع عصام لوحي من منطقة مرسى مطروح، وأشار ب4 دقائق وقت بديل محتسب بدل مضايعة في نهاية الشوط الثاني لهذا اللقاء. إذن هنعيش 4 دقائق وقت بديل محتسب بدل مضايعة في نهاية الشوط الثاني لهذا اللقاء، في لقاء سموحة الشرقية في مرحلة هامة في استكمال الأسبوع 18 لبطولة الدوري المصري للموسم الرياضي 2016-2017. التقدم لسموحة الشرقية بهدفين نظيفين، وهذه كرة عرضية من أيمن أشرف إنما اتقطع من خلال هذا المدافع الصلد الصلب الدولي للشرقية معتصم سالم، وهذه كرة عرضية في ناحية اليمين إلى حسام حسن عبد البديع، أدي الساندة من عبد البديع وعايز يعمل الكروس العرضي، هنشوف حسام حسن عبد البديع، حسام حسن إلى الخلف لإسلام سري لحسام حسن عبد البديع، حسام حسن عبد البديع صاحب هدف بانتصار بنقاط 3 أمام الداخلية عندما كان الكابتن حلمي طولان مدير الفني لنادي سموحة، وادي هجمة لنادي سموحة، وادي العرضية إنما تتقطع وما تزال قائمة، ومحاولة لنادي سموحة، محاولة قائمة لنادي سموحة من أجل إحراز هدف ثالث لهم في هذا اللقاء، وادي كرة عرضية ما تزال قائمة وتوصل إلى الخلف في اتجاه لاعب نادي سموحة، تعود للخلف من محمود السيد، محمود سيد لأيمن أشرف، أيمن أشرف لياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم إلى أحمد دويدار بيعدي بثقة ومهارة وبيحصل على فاول أحمد دويدار، اشتراك من رامبو مع أحمد دويدار وضربة حرة مباشرة لنادي سموحة، لعبت سريعا. حسام حسن عبد البديع بكار وعرضية إنما يمسكها الحارس محمود شكري، بدأنا نلملم أوراقنا وسموحة يقترب من نقاط 3 غالية اليوم في هذا اللقاء في انتصار في هذا الحصار أمام نادي الشرقية في استكمال مرحلة 18 لبطولة الدوري المصري للموسم الرياضي 2016-2017. اشتراك من حسام حسن عبد البديع تخرج لخارج الملعب ضربة مرمى لمصلحة نادي الشرقية، وإذا انتهى اللقاء بهذه النتيجة سيرتفع رصيد نادي سموحة إلى 33 نقطة ويبقى رصيد نادي الشرقية عند 8 نقاط، والهدفين لسموحة اليوم من خلال أحمد رؤوف وإسلام محارب. أحمد رؤوف بيستلم من أيمن أشرف على يمينه لحسام حسن عبد البديع لأحمد رؤوف، ولكن ما تزال قائمة. رجب بكار، إسلام سري بيعدي، إسلام سري وبيمر إسلام سري، ولكن تقطع من سمير فوزي على يمينه لحسام حسن في مساحة خالية مرة على شماله في اتجاه محمود رامبو، ولكن تقطع تعود للحارس المهدي سليمان على شماله إلى ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم ولاعب سموحة على الأرض بيوقف اللعب حكم اللقاء الكابتن محمد معروف، والسلامات إلى إسلام محارب. طبعا هنا دكتور محمد عبد الجواد ودكتور مفيد خليل بينزلوا للعب وهياخدوه طبعا يعالجوه خارج الملعب، وبدأنا نلملم أوراقنا وسموحة يقترب من نقاط 3 غالية اليوم في هذه المواجهة وهذه المقابلة اليوم على استاد الجيش المصري برج العرب بالإسكندرية في المرحلة 18 استكمالا لهذه المرحلة في بطولة الدوري المصري، وهدفين نظيفين لنادي سموحة على الشرقية لكل من أحمد رؤوف وإسلام محارب، وإذا انتهى اللقاء بهذه النتيجة سيرتقي ويرتفع رصيد نادي سموحة إلى 33 نقطة ويبقى رصيد نادي الشرقية عند 8 نقاط. هيخرج إسلام محارب
هيكمل علاجه خارج الملعب. وبنقترب من الدقيقة الأخيرة في الوقت المحتسب بدل من ضائع، وهو أصله 4 دقائق. أعطاهم الدولي الكابتن محمد معروف الحكم الدولي لهذا اللقاء، وبيعمل إسقاط على طول. وادي محاولة لفريق نادي الشرقية اللي بيسعى لإحراز هدف لحفظ ماء وجهه في هذا اللقاء أمام نادي سموحة، ومحاولة لنادي الشرقية أنه يقع على الأرض فيهاش أي مشكلة. هجمة لنادي سموحة، أحمد دويدار طويلة، فاروكا كابوري، وفازل أثناء صفارة نهاية اللقاء، وفوز نادي سموحة على الشرقية هدفين نظيفين. مبروك سموحة، هارد لك الشرقية. سموحة إلى 33 نقطة، يبقى رصيد سموحة عند 8 نقاط. تحياتي المعلق خالد عبد الشفيع، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله ولي التوفيق. ألقاكم بكل خير في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.